in 1 minute. السلام عليكم. حديثنا اليوم عن خواص آلام الجم السني وما هي أهم محاسن هذه الحشوة. ونبدأ مع القوة والمقاومة، حيث يعتبر الأملجام من أقصى الحشوات السنية استخداما. ثانيا، العمر الوسطي، حيث يقدر العمر الوسطي لحشوة الأملجام بما يعادل 5 سنوات، ومن الممكن أن تستمر إلى 25 سنة حسب العناية الفموية. ثالثا، الثمن، حيث يعتبر الأملجام السني الأقل تكلفة على المريض والطبيب مقارنة بأي نوع من حشوات الأسنان الأخرى. وأخيرا، التسامح مع الرطوبة، حيث أن الأملجام السني متسامح إلى حد كبير مع الرطوبة مقارنة بباقي حشوات الأسنان. شكرا لمشاهدتكم، ونلقاكم في الفيديوهات القادمة.